لا بدنا حرية ولا بدنا ما حرية نحن جماعة ختيارية لا لا, لا بهمنا هذا ولا بهمنا هذا تقلعنا من بيوتنا وجينا قعدنا بالعراء وهالبرد وهالطاعون وليك راح نموت من البرد وما حدا دار علينا والمنظمات الدولية ما دار علينا وترامب هلا تيني الرئيس الامريكي بيقول بدي من اعمل منطقة ما بدنا كمان ياخذنا يزتنا بالوحل وموتنا اكثر من هيك ياخذنا على بلدنا ويريحنا من هالشغلة هل معقول امريكا ما بتقدر هالشغلة هذه؟ ما بتقدر تحلها، ما بتقدر تدخلنا على بيوتنا وتقعدنا بيوتنا. هيك هل... هيك الرؤساء دول دول كلها خانتنا، شو نعمل نحن؟ نحن ختارين ما خرجنا لا نقاتل ولا بحق لي حلم العوده على سوريا، ايه انا بالعكس بتمنى ارجع على سوريا وارجع على بيتي حتى بيتي مهدم ولكن برجع بيتي بقعد ببيتي بس يحققوا لنا الحلم نرجع بيوتنا. والله بنتمنى من الله هالقرار يتحقق ونرجع على بلدنا. بنتمنى من الله، يعني اليوم قبل بكره. شاف هالحالة اللي عايشين فيها هون شكله بركي الله بيفرج علينا وقف الضرب ووقف القصف والله بنرجع اليوم قبل بكره على وابي بحق لي على وا يحق لي يا على يحق لي انا بتمنى يحق لي لك شو بدي واحد بيقعد بطنه بتفرق الحياه علينا كثير يا ابوي الله يبارك فيكم يا رب مستحيل هذا الامر مستحيل احنا نحن هربانين هربانين من النظام نحن هربانين شو طلعنا من بيوتنا ودشرنا اموالنا وجينا كيف نحن قاعدين خيام طعنا البرد وطعنا الاهانات يعني كثير عم ننهان نحن هون مع الشعب اللبناني كيف بدنا نرجع بلادنا اذا ما شال النظام مستحيل ولا واحد بيرجع من سوريا حكي هذا فاضي شو بده يرجعنا نحن اولادنا نحن هربانين باولادنا عنه يقتلنا نحن اولادنا شو الرجعه